اكيد مسوي لكم عرض جماعه 13 برو ماكس و14 برو ماكس، عرض كلش حلو خليكم وياي، فباكج كلش حلو وسعر ان شاء الله مناسب وبيعرض خليكم وياي. هذا هو الباكج طبعا دبليو كي اصلي. الباكج الشيء يتضمن شغلات فتشي حلو ومرتب وحسب المزاج حسب ما يعجبك. اول شغله طبعا اجى بيها لزقه ضد الكسر دبليو كي الاصليه اللي هي هذه الصير مات مو برايفسي، هاي اللي ما تبصم، فتشي كلش حلو مرتب دبليو كي اصليه، وانا اكيد عده التنظيف، زائد كفر شفاف جيلاتين فتشي بسيط بفيكه حلوه اكو استيكرات. هسه قاعد على الجهاز وخليكم وياي. هذا هو قعدت على 13 برو ماكس، فتشي بسيط جيلاتين ويا استيكرات. اذا انا حاب اسوي حركه، عندك اكثر من استيكر تقدر تخليه على الكفر من جوا او على الجهاز على مود بنفس الوقت تسوي حركه تختار، او تخليها مثلا على الثلاجه يعني اما تخلي الاستيكرات او تبقي شفاف باكج كامل بي، ممكن تخلي حركه او ما تخلي حركه. واكو شغله كلش مهمه، هاي اكيد ما راح تذبوها، هاي تخلون بيها دنابيس ادري بكم ما تذبوها. هذا الباكج اجى 13 برو ماكس و14 برو ماكس. سعر العرض اقول لو ما اقول يلا اقول سعر العرض 10,000 دينار فقط لحين في هذه الكميه. طبعا عندنا توصي كافه انحاء العراق للحجز والاستفسار راسلني على الواتساب تدلون. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين اجاندج.